كاينين داك اللي كيابوزي على ولده لا غادي يدوز سيونس حيت انا بغيتك انت تكون طبيب. شنو هذا الشيء؟ ولدك سيدي بغى يكون نجار ما بغاش يكون طبيب، علاش تخرج ليه على الاحلام ديالو؟ يكون نجار ولكن كنعاون ولدي يكون احسن نجار، يكون ارتيست في النجاره ديالو احسن ما يكون طبيب وفاشل، باش نوصلوا للمراهق الحب ديالنا والمحبه ديالنا ونوصلوا ليه التربيه اللي باغي ندوزوا ليه. كندخل مع المراهق للعالم ديالو، المراهق كيبغي يسمع الهيب هوب كندخل نقلب انا ونسمع مع هذاك الهيب هوب، ولدي عزيزه عليه الكره نمشي معاه للتيران نشوف مع هذاك الماتش، ولكن ماشي كاب ولا كام لا كصديق، ندخل معاه في لابول ديالو كيحس بيا هو انا قريبه ليه، وهذا الشيء كيخلينا نكونوا قراب. وهنا العلاقه ديالنا كتكون بنا، ولدي ملي كندوي معاه على القرايه كيسمعني، ملي كندوي معاه على شي حاجه ايوا انا راه انا كنت مراهقه سبحان هاد الظروف هادي دزت فيها مع الوالد ولا مع الوالده، هنا كيحس بان راه انت كنتي مراهق، اذا ماشي غير جيتي وليتي اب ولا وليتي ام، فكيحس بك قريب ليه. فنراقبوا وليداتنا من بعيد.